القاهرة لم تنم ليلتها الماضية احتفالا بفوز المنتخب المصري على المنتخب الإيطالي بطل كأس العالم بهدف نظيف سجله محمد حمص في الدقيقة 40. الهدف كان كافيا لتسجيل فوز تاريخي لمصر والكرة العربية والإفريقية. ليلة من ألف ليلة وليلة عاشتها الجماهير المصرية. ما أكثر هذه الليالي في ولاية حسن شحاتة للكرة المصرية بعد الفوز على إيطاليا. ظلت الجماهير متواجدة في شوارع القاهرة تهتف باسم لاعبيها ومدربها حتى الصباح، غير مصدقة أن منتخبها فاز على الأزوري بطل كأس العالم. الجالية الإيطالية في القاهرة والتي تابعت معها كاميرا العربية اللقاء كانت فرحة بفوز الفراعنة في قمة للروح الرياضية، مشيدين بأداء المصريين وبحصولهم على النقاط الثلاث. بقول لمصر بالإيطالي أجوري اي كونغراتوليزيوني، مبروك لمصر. أبو تريكا هو يعني مصر يعني مصر بيكسب مع إيطاليا دي معجزة، لكن في واحد بجد أحسن لعيب هنا أبو تريكا يعني. ودي انا مستغرب اللي هو ما كانش يلعب هناك في ايطاليا يعني او في اوروبا. مبروك مبروك ايه مبروك يا ماسي النهارده، يلعب كوره كويس. حرام عشان المره اللي فاتت عشان البرازيل 4-3 دي مصر يلعب 100-100، حرام كده حرام كده. براو يا مصري، براو يا ليك. هذا الفوز الكبير رغم كونه مفاجاه مدويه ارجعت الجماهير المصريه مره اخرى تلتف حول منتخبها الوطني بعد فترة من الفتور في العلاقة بينهما، ليثبت هذا الجيل بحق بأنه الأفضل في تاريخ الكرة المصرية. أتمنى أن مصر تعدي وتوصل وتاخد كاس، وتاخد كاس القارات كما لو كانت إيطاليا أخذت، وده حاجة سيان. المصريين وطلعنا شعب واحد وإحنا واحد، وأتمنى كل الخير لمصر وأن مصر تكسب. أن مصر تكسب ده حاجة مشرفة جدا لنا. خطوة بعد خطوة ازداد الأمل في تحقيق حلم الوصول للدور قبل النهائي، خاصة وأن الموقعة الثالثة أمام المنتخب الأمريكي الذي تأكد خروجه من البطولة أملا في أن تلعب بالبرازيل تحت شعار اللعب النظيف. محمد الليث، العربية، القاهرة.